شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. ايه يا جميل؟ لا لا خالص، انا عارف انه خطأ غير مقصود، وانا مش وحش قوي علشان تفتكري اني هخلي الموضوع ده في دماغي. لا عيب، انت في الاول وفي الاخر طالبة عندي، والخطأ وارد. ماشي اوكي، لما اشوفك. مع السلامة. هو ليه ما بقاش يطلب يقعد معايا زي الأول؟ أنا حاسة إنه بقى بعيد أوي، وأنا كمان بقيت بعيدة أوي. آخر مرة اشترى بدلة كانت من سنة، وأنا اللي جبتها له، ودي كانت آخر مرة خرجنا فيها. من بعدها كل واحد راح في ناحية. هو ليه ما بقاش مهتم بيا زي الأول؟ المشاعر بينا بقت باردة، نظراته ما بقاش فيها اللهفة والحب اللي كنت بشوفهم في عيني لما بيشوفني. كنت بحس بيه أول ما يقرب مني. أيوه، بس قد ايه هو مشتاق اننا نكون سوا. عينه كانت دايما بتقول لي انه محتاج لي، انه عمره ما هيقدر يبعد عني، واني اجمل واحده شافها في حياته. انت خارج؟ اه. رايح فين؟ انت نسيتي ولا ايه؟ النهارده الخميس، قعدة الصحاب. باي.
كويس انت مع الطلبه. انا سامع ان الدفعه بتاعتك السنه دي جامده قوي. تعبيط ولا ايه؟ دول طلبه بتوعي. وانا قلت حاجه وحشه؟ قصدي يعني انك بتدرس لمناظر تفتح النفس. يا عم سيبك منه. شمس اخبارها ايه؟ شمس ولا حاجه. ولا حاجه؟ ولا حاجه ازاي؟ ده انا اخر مره شايفها فيها حسيت ان هي تعبانه قوي. ما هي في الفتره الاخيره بقت هي تعبانه يا بتشتكي. طب ما توديها للدكتور. هي مش محتاجه دكتور يكشف على جسمها، هي محتاجه دكتور نفساني. جننت يعني؟ عقبال اللي عندي يا رب. يا اخي حرام عليك. تصدق ما بقتش فاهمها، كانت زمان بتتكلم تقول اللي تعبها، دلوقتي بقت واخده جنبها على طول مع نفسها. وانا بصراحه ما بقتش زي الاول، ماليش خلق كل ده. وبالراحه يا عم الدكتور. كل حاجه وليها حد يا جلال. ما ينفعش ارجع البيت بعد شغل تعبان وقرف ووجع دماغ الاقيها مكشره، واجي اسالها اقول لها مالك؟ تقول لي مفيش حاجه. امال مكشره ليه؟ بقول لك ايه؟ طنس. ما بعرفش. لعلمك بقى انا بقلق لما مراتي بتضحك. اه والله انت بتبص لي، انت عارف لو ضحكت في يوم احس انها عامله مصيبه على طول، على طول مكشره ومبوزه. كلمها اشوف لو عايزه حاجه. ايه ده؟ شكلي نسيت التليفون في البيت. يا خبر اسود، هو في حاجه مهمه؟ يا عمي ولا اي حاجه، تعمل له باسورد. يا عم ما عنديش حاجه اخبيها، خفيف. تصبحوا على خير. انت من اهل شباب. أنا اللي فيه حاجة غلط، أنا أتأكد إن أنا مش طبيعية. إذا طول الوقت حاسة إنه بعيد، ولما بيقرب حاسة إني أنا اللي عايزة أبعد. أنا ما بقتش فاهمة نفسي. في إيه؟ أنا حصل لي إيه؟ معقولة أكون أنا اللي ببعد وأنا مش واخدة بالي؟ إزيك؟ تأخرت عليكي؟ برضه مصممه ما تجيش العياده؟ ما بحبش العياده. لما بتجيلك بحس اني مجنونه. طيب يا ست ما يهمكيش، بس عايزه اقول لك ان العياده للطب النفسي مش للمجانين. عامله ايه؟ ملخبطه. مش فاهمه. انا وسليم لسه برضه واخد جنب؟ ده اللي انا كنت فاهماه. ده اللي انا كنت فاكراه لحد امبارح بالليل. امال ايه؟ انا اكتشفت اني مش طبيعيه. اكتشفت اني انا اللي واخده جنب. ازاي؟ مش فاهمه. مش عارفه. انت حاسه انه يعرف واحده تانية؟ مش عارفه. حاسه. حاسه ولا متاكده؟ حاسه. لا متأكدة.
شفتي هو ده اللي بتكلم فيه. تكرارك لكلمة خيانة خيانة وبيخوني خلى عقلك خلاص يسيف الكلمة. صور لك ان هو فعلا خانك. حطيتي الكلمة في عقلك عليها هايلايت في سفوري مزغلل عينك خلاص بقى سيف. بالظبط زي اللي بيخاف من الحشرات بتطلع له. اللي ماشي في شارع ضلمة وبيخاف من الكلاب والقطط بتطلع له. انت عارفة ان انا من يومين كنت بتفرج على فيلم اسمه واي ديد اي جيت ماريد. الفيلم ده لازم تشوفيه. بيتكلم على نسبية 80-20%. بيتكلم على الكمال في الحياة الزوجية. مفيش انسان بياخد اكتر من 80% في شريك حياته. بيظهر لك العشرين في المية بتنبهري بيها. بتسيب التمانين وتروحي للعشرين بعد ما تبقي خربت بيتك وحياتك. الانسان في العموم طماع. الانسان الذكي هو اللي يحافظ على 80% دي وما يتجرش ورا 20%. بالك مستمعينا يا ايه اللي شاغل بالك كل ده؟ انت مفيش حاجه شاغله دماغي غيرك. لو فعلا كنت شاغل دماغك كنت سمعتيني وانا بندهلك. انت غيرت البرفيوم بتاعك؟ اه. ليه؟ يعني زهقت منه بقالي كتير قوي بستعمله. زمان لما كنت بجيب لك هدية عمرك ما كنت بتزهق منها. ايوه بس انا بستعمله بقالي كتير حتى من قبل ما نعرف بعض. صح. انا اسفة شمس. مالك؟ فيك حاجة متغيرة؟ حست مش على بعضك؟ في حاجة؟ لا أبدا خالص خالص. دي أنا ما بحبهاش. أنا أكتر حد عارفك فاهمك. مالك؟ صدقني ما فيش حاجة. رايحة فين؟ مخنوقة شوية. هنزل اقعد في المكتب تحت ممكن ابقى احسن. لو هو اللي كان ثابت في حالة زي دي، لو هو اللي كان قالك انه متضايق، لو هو اللي كان بعد عنك وهو محتاج لك، كنت هتعملي ايه؟ هتفكري ازاي؟ بس هو لازم يحس باللي انا فيه. لازم يفهم ان انا بعاني. بتعاني من ايه؟ ايه اللي جواكي؟ قولي. انتي نفسك مش عارفه. عايزاه هو يعرف. لا عارفة. أقولك عارفة إيه؟ عارفة اللي مش عايزة أصدقه، اللي عقلي مش عايز يؤمن بيه، إني ما بقتش مهمة بالنسبة له.
من امتى؟ من امتى بتشرب سجاير يا شمس؟ اول مرة. دايما بشوفك وانت متضايق بتشرب سجاير وتقعد تنفخ، بحس انك بتكون احسن. قلت اقلدك، يمكن ابقى احسن. مالك؟ كلميني، في ايه؟ مفيش حاجة. سليم، ممكن اسألك سؤال؟ طبعا. انت بتحبني؟ ما تسكتش، لان سكوتك ده بيجنني. طب انت فعلا مجنونة علشان تسألي سؤال زي ده؟ طب وليه ما ردتش على طول؟ ليه فكرت؟ علشان لا يمكن ومستحيل اني احب حد غيرك واقرب لحد غيرك. يا ترى فعلا قال لي بيحبني عشان بيحبني ولا عشان محتاجني؟ بقولك يا حبيبتي، تيجي نطلع ننام؟ صباح الخير. صباح الخير. اتأخرت؟ جعانة، جعانة قوي ونفسي آكل أكل حلو. بقولك اتأخرت تقولي لي جعانة؟ ما أنا جعانة فعلا وما بعرفش أتكلم ولا أعمل أي حاجة غير وأنا شبعانة. شكلك مبسوط، قضيتي ليلة حلوة امبارح. إيه الكلام الغريب ده؟ اتصالحتي أنت وسليم؟ هو إحنا كنا متخاصمين؟ أمال إيه امبارح زعلانة وتعيسة والحياة وحشة؟ يعني أنا جعانة يا هبة. هبة تفطري معايا؟ سبقتك. عايزاكي تحضري لي فطار حلو قوي على ذوقك. تحت أمرك. اعملي اللي أنت عايزاه. تحت أمرك يا مدام شمس. ميرسي يا حبيبي. والله شكلك مبسوط. عادي. عادي إزاي؟ ما أنت داخلة كأنك مخطوبة من أسبوع مثلا ولا حاجة، مش واحدة بقالها 5 سنين متجوزة. شكلك، لبسك، ضحكتك، نظرة عينك. أنا عايزة أبعد عن سليم. إزاي بقى؟ عايزة تتطلقي؟ لا مش للدرجة دي، لكن عايزة أبعد شوية. يعني عايزة أتخيل شكل حياتي من غيره هيبقى إيه. عايزة أعرف هوحشني، هيوحشني. أنا حاسة إني مش طبيعية ومش فاهمة حاجة ومش قادرة أتخيل حياتي من غير سليم. طب ما أنت أوريدي عايشة معاه وهو أعتقد إنه بيحبك وعايزك. لكن أنا مش عايزاه. طيب معلش عشان أنت توهتيني كده. تاني معلش من الأول. مش عارفه هتفهميني ولا لا، بس انا بحب سليم وما بقدرش اتخيل حياتي من غيره. وطول ما هو بعيد عني بحس بالخوف، ما بحسش بالامان غير وانا جنبه، لدرجه لما بيخرج ببقى هتجنن، بخاف، ببقى حاسه ان انا ممكن اركب عربيتي واروح له علشان اقعد جنبه وبس اشوفه عشان اطمن. وبعدين لما بيجي البيت ببقى حاسه ان انا مش عايزاه، مش طايقه قعدته، مش طايقه صوته، ولو فكر انه يلمسني ببقى مش عايزه. شمس انا مش عايزه اتسرع واكتب لك اي ادويه دلوقتي. انت بتاخدي اي دواء؟ لا. طيب بصي يا شمس، مش عارفه احط ايدي على مشكلتك انت بالذات. طيب انت قبل الجواز يا شمس كان عندك مشكله؟
عاطفية، مشكلة مع أهلك، عقدة في الطفولة مثلا، صارحيني، لازم تقولي لي كل التفاصيل. أنا عارفة إن البنت الشرقية عندنا بيبقى عندها مشاكل قبل الجواز مع أهلها، عشان كده بعد الجواز لو جوزك حتى كويس جدا، مشاكلك النفسية معاهم بتأثر عليكي بالسلب، تخليكي مش مبسوطة في حياتك. طيب أنا هبسطها لك، سليم عمل حاجة تستدعي اللي انت فيه ده؟ يعني عمل حاجة زهرة؟ أنا حاسة إنه بيخوني، مش إحساس، أنا متأكدة إنه بيخوني، والفكرة دي الواحدة لما بتيجي في دماغي بتجنني، بتبقى مخلياني حاسة إني ممكن أموته، وبعدين ببقى عايزة أعرف مين دي وبيحبها لي أو فيها إيه شده، بحس إن أنا هتجنن وعايزة أعرف بياخدها ويروحوا فين. هو مين؟ مين اللي خلاكي تستسلمي يا شمس؟ شمس أنا اتأخرت قوي على العيادة، هكلمك بالليل تمام؟ يلا حبيبتي بونا بتي. ثانك يو. فاكره طب ماشي هكلمك بعدين، باي باي. هاي هاي. ممكن؟ اتفضلي طبعا. شكلك كده كنت عايزه تقولي لي حاجه ورجعتي فيها. اوعي تفكري في حاجه وترجعي فيها، ده غلط. قولي لي بقى كنت بتفكري في ايه؟ مش فاهمه ايه اللي كنتي بتفكري فيه وانتي قاعده هناك خلاكي تيجي تقعدي هنا. يعني عادي. طب اشربي سكر. انا ما بدخنش ولا يمكن انا بشرب. قولي انتي رقصة. لا رقصة؟ لا انا مش رقصة. انا اسفه. قولي يامك، قولي يامك، انا مش متضايقه خالص. قولي لي بقى كنت عايزه تقولي لي ايه بقى؟ كنت عايزه اطلب منك طلب غريب شويه. شكلها كده جوزك صح؟ هو عنده مشكله؟ لا 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 خالص. امال ايه؟ كنت عايزه اعرف إذا كان ممكن يعني إن هو يعرف واحدة غيرك ولا لأ. طب ماشي أنا موافقة. سليم 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 مساء الخير. مساء النور. أنا آسف على الإزعاج بس أنا جاركم الجديد وكان في عندي مشكلة، يعني
الحقيقه السباكه عندي بايظه خالص، فلو ممكن رقم تليفون حد سباك مثلا. اتفضل. اتفضل. متشكر جدا. رقم تليفونه. اسف على ازعاجك. لا. شمس انت فين؟ في البيت؟ لا لا ولا حاجة، بطمن عليكي بس انا هتأخر شوية. ايه يا دكتورة قاعد لوحدك ليه؟ لا ولا حاجة. انت لسه زعلان انت وشمس؟ وحد قال لك ان احنا زعلانين؟ انت؟ انا؟ ايوه قعدتك دي بتقول ان انت وشمس زعلانين. اوعى تقول غير كده يا ابني، انا حافظك وعارفك كويس جدا، وعارف ان انت مش ممكن تزعل او تعيش لنا في الكآبة دي غير ان شمس تكون زعلانة منك، او يمكن انا زعلان منها. وحشتيني. وانت كمان. عايز حاجة مني؟ هترجع على الغدا؟ لا. ليه؟ عندك حاجة مهمة؟ عندي حاجات كتير مهمة كنت مأجلها، بس من الواضح مش لازم أجل أي حاجة تاني.